هينفذ اللي التنظيم عايزه ودخل معايا مصر من اول يوم. كان زي ضلي بيتحرك معايا في كل حته. بس للاسف ما قدرتش اعرف هو مين ولا هينفذ ايه بالظبط. بيشتتونا في تامين السجون. واكبر تامين مفروض كله يبقى موجود في مكان واحد دلوقتي. ساعة الصفر. والعملية اللي مسكناها في سينا كلها كانت تمويه يا زكريا. لو ساعة الصفر الهدف منها انهم يخلصوا الناس اللي في المكان يبقى احنا اكيد بنتكلم عن قنبلة موجودة هنا. أول ما يتأكدوا من الهدف في مكان القنبلة تليفون من أي حتة في الدنيا بيفجرها. أوضة الكنترول مقفولة على علاء عبد الغني وطارق. وحد ثالث من الحراسات اسمه مش موجود في كشوف الحراسات. إيه ده يا مصر؟ معقولة تدخل ولد زي ده هنا؟ ده كلام يا راجل. الواد اللي بتتكلم عنه ده هو الوحيد اللي يقدر يفكر بدماغ التنظيم بتاعه. في حاجة غريبة. إيه في إيه؟ جراج شرقي واقف في عربية تلاجة. الجراج ده بالذات المفروض إنه مقفول ومتسلم من 72 ساعة. ما ينفعش يكون فيه أي مخلوق. دي التحويلات اللي عملتها أنهار لفارس بحوالي 250,000 دولار. سعيد أنا ما أعرفش أي حاجة من اللي بين فارس وأنهار. لو عايز تعمل حاجة فعلا زي ما بتقول عرفني مكانه فين. هو فين يا علي؟ هو مين يا فندم؟ سعادتك تقصد مين؟ مش فاهم. الهذا اللي سلم لك عبد المحسن ثابت القيصر. عبد المحسن باشا ما سلمنيش حد. وحشتني يا صاحبي. كنت متأكد ان انا هلاقيك هنا. وللأسف التعليمات اللي عندي ان اقتلك. تصدق انا زعلت قوي قوي لما عرفت انك كنت في المستشفى. اتقهرت يا اخي. دي كان الشهادة الدكتور اللي كتبها قبض ثمنها. انت عبد النادر؟ انت الضم بتاعي؟ اولا انا ما اسميش عبد النادر. ثانيا وده الاهم انا ما كنتش الضل بتاعك. انت اللي كنت الضل بتاعي. دخلت المغاره من قبلك وكان المفروض يجندني محسن ثابت. بس لما شفتك قصادي عرفت ان في عيونهم فشلت. تعليماتي كانت ترجع واسيبك تكمل بس حتى الرجوع فشلت فيه. طول الفترة اللي فاتت دي شايفينك ناجح وشايفيني فاشل. بس ما يهمنيش. اللي يهمني دلوقتي رأيك انت. ايه رأيك؟ مين فينا اللي ناجح ومين اللي فاشل؟ بيقولوا اننا ما ينفعش نبقى اصحاب. صحيح الكلام ده؟ هتموت يا صاحبي. احنا هنخرج من هنا انا وانت. مش عارف هتصدقني ولا لا،
بس دي أول مرة في حياتي يبقى لي صاحب. هتعمل حاجة يا صاحبي، الوقت فات. فين دلوقتي؟ دي كل الكاميرات اللي جوه الجراج يا فندم. اخر مره شفته بيتحرك جوه المكان كان ناحيه الكاميرا 4، بس لما حاولت اجيب الكاميرا عليه الكاميرا قطعت. طمني يا علي، ايه الاخبار؟ دي اكون في الجراج يا فندم. بعت لي فرقة المفرقعات حالا حالا. ها يا زكريا، بلغت الرئيس تمام وبننفذ خطة اخلاء المكان. ربنا يستر ان شاء الله خير. اطمن. وصلني الإدارة بسرعة، في حد داخل عندنا على السيستم وبيوقعه. بعت نفسك وبعتنا بكام يا فارس؟ اريد ده. حسبة اللي باعوا نفسهم زي حضرتك كده المحسن ثابت؟ لا، ده انا كسفت اكتر بصراحة. المفجر بالاشارة يا فندم. يعني نقدر نفكها ولا لا؟ انا اسف، شبه مستحيل، ممكن تنفجر في اي لحظة. وحياة الداهية اللي كنت فاكرة نفسي دخلتك فيها وخرجتك منها، لا هحطك المرة دي بإيدي في 60 داهية. أنت عايز تبلغ عني يا فريدة؟ وماله؟ بلغ عني. بس تخيلي كده لما تصحي بكرة الصبح وما تلاقيش حد في البلد. ما تلاقيش حد حتى يجدد لك البطاقة. هتبلغ عني مين؟ المطافي؟ أنت اتجننت وحبيت إيه؟ أنا ما هببتش حاجة من دماغي. أنا لا ضميري وقفتي دلوقتي قدامك هو أنتِ. ولا يعني محسن سابق كده كان هيشغلني من دماغه. ولا يعني أقدر أخش على نظام الداخلية وقاعة الحفلة وأشوشر عليهم هما الاتنين من على جوجل، لا؟ عامة يا فريدة اللي بتدوري عليه أهو. عندك.
اه ما تنسيش بقى تبقى تبلغها عني. القنبلة ما فيهاش مفجر يا فندم. الحمد لله. زعلانة منك كده، ما تسأليش عليا طول السنين دي. معلش يا ماما، أنا آسفة، حقك عليا، مش هسيبك بعد كده تاني أبدا. بس هو قال لي إنك هتيجي لما جه زارني من يومين. مين يا ماما؟ لا مش فاكرة اسمه، بس بشبه عليه. متهيألي هو زارني مرة أو مرتين، ومتهيألي إنه زارني وإنتي هنا كمان، وقال لي إنه سايب معاكي حاجة تفكرك فيه. وقال لك إيه كمان يا ماما؟ قال لي أقول لك إنه مهما بعد هيرجع تاني. يا رب يا ماما، يا رب يا ماما. جبتي لي استفني. مني ليك المفجر. شكر جدا على كل اللي عملته. ناوي تعمل ايه دلوقتي؟ ايه اللي بتفكر فيه؟ ولا حاجة، همشي. انت مش قدمت استقالتك؟ انا كل اللي كنت بعمله هنا اني بساعدك في شغلك، وده كان اتفاق بيني وبينك. إلا يخليني استنى وانت مش موجود. الاستقالة اللي بتكلم عنها انا قدمتها من 7 سنين واتقبلت، ومن ساعتها وانا مش موجود. مش فاهم، امال انت شغال ايه؟ بشتغل زيي مش كتير، تقدر تعدهم على صوابعك في العالم كله. كل واحد فيهم بيشتغل لحساب أكتر من جهاز مخابرات في العالم، بس أنا الحمد لله مكاني وانتمائي هنا بس لمصر، لبلدي. اللي زيي بيقدروا يغيروا موازين القوى في العالم، يقدروا يقوموا حروب وفي نفس الوقت يقدروا يمنعوا حروب. وانت كان دورك في كل اللي بيحصل ده انك تمنع الحرب عن هنا. تقدر تقول كده. التنظيم بتاعك رصدنا وعرفنا كويس، بس احنا كمان رصدينه وعارفينه اكتر.
عشان كده بعتوك ورايا، متصوري انهم بيضللونا بيشتتونا. حرب كبيرة ولسه ما انتهتش. المعركة دي احنا كسبناها، بس بعد كده زي ما بعتوك هيبعتوا غيرك وغيرك وغيرك. مالك؟ مش مصدق كلامي؟ مش بالظبط يعني، بس انا في الحقيقة مش قادر اصدق ان يقدر يغير موازين القوى في العالم، ويقدر يقاوم حروب ويقدر يمنعها، ما قدرش ينفذ اتفاقه معايا. اهلك يعني؟ انسى قيصر، طالما انا ما قدرتش اوصل لهم مفيش حد في العالم هيقدر يجيبهم. الا بقى لو عملنا تحاليل دي ان ايه لكل اهل البلد اللي موجود فيها الملجا اللي اتربيت فيه. الملجا؟ الملجا اللي فتحت عينيك جواه، واللي التنظيم بتاعك اشتراك منه. حضرتك جاي تعمل تبرع للدار ولا تكفل طفل؟ طب ما انت عرفت حاجات كتير اهو، طالما عرفت كل ده ليه ما قلتليش؟ عشان انت ما سالتنيش السؤال الصح. انا سبق وقلت لك اني ما صدقتش كل حكاياتك، كدبت عليها كتير. سجن المغارة مثلا ما كانش أول سجن تدخله في مصر. واتباع هو واتنين من زمايله $60,000 للتنظيم اللي دربك. بعتك مصر أول مرة عشان تقابل صبري عبد الواحد. ازيك يا بطل؟ انت مين؟ أنا واحد جاي لك زيارة. لا رب، أنا واخد بالي إن سعادتك جاي لي زيارة، بس على المؤاخذة يعني في سبب معرفة. أنا أعرفك كويس أوي، متابعك وعيني عينيك، بس مبين بعيدة. يعني الباشا مباحث؟ كنت ما بقتش. انت مش جاي بقى معاها، فقررت اشتغل لحسابي قطاع خاص يعني. عارف كشافين الكوره بقعدوا يدوروا على المواهب في كل حته دي؟
ابتدي تقول من شغلتي كده يعني. بدور على المواهب اللي زيك وشغلهم لحسابي. مش فاهم يا حاج. بعد كده بعتوك لندن عشان تشتغل لحساب واحد اسمه جاري فوستر. نفذت معايا أكثر من 6 عمليات. كانت عمليات تمويه عن العملية الحقيقية، عملية مسؤول الخارجية محمد مدحت أبو العيلة اللي طار من بلكونة شقته في لندن، اللي طارت معاه كل الملفات اللي كان محضرها لي بخصوص شركات الاتصالات اللي كانت بتبني أبراج للتجسس في المنطقة. طبعا انت عارف كويس مين مدحت أبو العيلة، عشان كده لما جات لك بنته في سجن المغارة كنت متأكد ان انا اللي بعتها لك. وانت من فيهم؟ انا اللي هضمن لك حق الاختيار من غير ما يبقى تمن البهدلة. بعد كده التنظيم بعتك مصر ومعاك صبري عشان تنفذوا العملية الكبيرة، انتخابات الرئاسة سنة 2012. اشتغل على الثلاثة دول، رأفت الراوي، مجدي عبد العزيز، وطبعا حافظ مشهور. الثلاثة دول بيمثلوا أهم 3 طيارات سياسية في مصر، يعني من الآخر كده واحد فيهم هو اللي هيبقى الرئيس. هنبتدي برأفت الراوي. 10 مليون جنيه. كام؟ 10 مليون جنيه. تقدروا بقى تعملوا إعلانات في التلفزيون أو الدورز، إعلانات في المجلات، مؤتمرات في الأرياف. 10 مليون جنيه. الرقم ما يطمنش خالص. لكن الصفقة منطقية. رجل أعمال راجع عايز يستثمر فلوسه في مشروع مضمون. براس المال يبان بطبعه، مفيش حاجه تحميه غير السياسه. بعد الفضيحه الماليه هيبتدي دور ربابة الستين، وبعد ما ربابة تخلص شغلها باسبوع واحد بس هيوصل فيديو بكل اللي حصل بينها وبين رأفت الراوي مجدي عبد العزيز. قول ان الفيديو متفبرك جرافيك يعني، والناس لو عايزين يصدقوك هيصدقوك، وفي نفس الوقت لبس مجدي عبد العزيز. ملف الجنسيه الالماني هتوصله ربابة الستين لرأفت الراوي، وهنسيبهم الاثنين يقولوا بعض. انا كنت عارف ان انا بحارب، لكن ما كنتش متخيل انني بتحارب بالقذارة ده. ايه محاولة اغتيال وهمية لحافظ مشهور؟ في اخبار من اللي اتقبض عليهم اعترفوا ان سيادتك ورا الحادثة، ايه ده عليك على الكلام ده؟ شوفي يا انسة، انا ممكن ارفع عليك قضية بتهمة القذف والتشهير. الكلام ده فريدة ما تعرفوش ولا أي حد تاني يعرفه. يعني ما حدش يعرف حاجة عن الكلام ده غير أنا وإنت واللي جالك في المصحة من 4 سنين. نسيت ولا إيه؟ تمين أنا مصطفى مختار. فاكر ولا كان عندك فقدان ذاكرة زي ما بيقولوا؟
الناس اللي زينا بيعملوا الشغل القذر اللي ورا الستارة علشان الناس الغلبانة اللي في الشارع تعرف تعيش. والحاجة الوحيدة اللي احنا نقدر نواسي بيها نفسنا ان احنا لما بنحط رصاصة في مخ واحد منهم بنعمل ده لهدف نبيل. العالم مش متساب للصدفة والفوضى قيصر. العالم ليه صحاب مسؤولين عنه. العالم مش متساب للصدفة والفوضى يا غريب. العالم وصحاب مسؤولين عنه. شغلنا ما فيهوش حقيقة مطلقة. كل حقيقة ليها 100 وش. شغلنا ما فيهوش حقيقة مطلقة. كل حقيقة ليها 100 وش. الخطة دي محطوطة من زمان. من فوق 10 سنين. ومحدش هيقدر يوقفها ولا يقف قصادها. عشان كده أنا عايزك تثق فيا ثقة عمياء. ثق فيا عميان. ثق فيا عمياني. ده باسبورك باسمك الجديد معاه تذكرتين سفر لجزر البهامس. باسبورك الجديد باسمك الدايم ومعاه 3 تذاكر درجة أولى للبهامس. روح هناك ابتدي حياتك من جديد. في مبلغ كويس محطوط باسمك في حساب هناك. سافر وانبسط وانسى كل اللي حصل لك. انا عايزك تعيش حياتك من جديد. وزي ما قلت لك ثق فيا عمياني. اشوف وشك بخير. خلاص كده يا فندم؟ خلاص يا فريد. معقولة حضرتك هتسيبه ويمشي بعد كل ده؟ ما تقلقيش. هيفضل طول الوقت تحت عيني. لأنه صندوق أسود. له علاقات مهمة مع ناس كتير. أكيد هنحتاجه. ولما نحتاجه أنا عارف إزاي أجيبه. مش حسيمه. عيني هتفضل على طول عليه. اتأخرت عليكي؟ على فكرة أنا زهقت من البلاد اللي عملت جبنة فيها دي. 100 مرة أقول لك أنا طفلة عايزة أتفسح. الأماكن دي تاخد فيها صاحبتك. ماشي، عملت إيه في الأمنيات؟ عملت إيه في الأمنيات؟ إحنا قلنا الإكس بوكس والبلاي ستيشن 4 والأيباد تمام. 550 شوكولاتة بيضة تمام. كل السي ديز ناروتو من اول ما طلع لحد دلوقتي حصل. هابي ميل كل يوم بيحصل.
العاب كتير قوي قوي اهي. خلاص ها اللي بعده. عايزه اروح ديزني لاند واتصور مع بطوط، وعايزه اتفرج عليك وانت بتحارب النينجا تيرتل. يعني هتلاقيهم موجودين في نفس المكان. في حاجه تانية؟ وعايزه ايه تاني يا صورة؟ وعايزه ايه تاني يا صورة؟ عايزه اتصور مع رونالدو. وده مين ده رخ؟ غالبا هتلاقيه في مدريد او برتغال. مدريد تمام كده خلاص. بص هعمل معاك دي صحاب، لو خلصت الحاجات دي تماما هناخد اجازه اسبوعين وبعد كده نخش في الامنيات الجديده. ديل ديل.